انا مش هقدر ابقى موجود معاكم كلكم في كل وقت. ده انا بدي خط عام وبديك المثل، وعمري انا عايز اقول لكم السادة القادة اللي موجودين قدامنا، في ناس كتير منهم اقدم مني. انا والله ما بحس ابدا منهم الا بكل احترام وتقدير، وانا بغ... يعني ما اقدرش اتعامل مع اي حد اكبر اصغر الا بكل احترام وتقدير. ازاي احنا مش عارفين نحترم بعض؟ زميلك لا اقدم منك او القائد بتاعك اقدم منك بيكلمك وتجاوز، بتقفش ليه كده؟ طب هحكي لكم حكايه، والله ده حصل معايا، والله ده حصل معايا. كنت رئيس عمليات لواء في السلوم، وقاعد بعمل شغل على خريطه، ودخل رئيس اركان اللواء، ومش هذكر اسمه عشان يعني عليا، وانا في المرسم، فالاستيكه بتاعتي كان فيها دبوسين، وكان جنب مني الضباط اللي بتشتغل معايا والرسام اللي بيشتغل معايا. خلي بالك الادب ده جزاء الجنه، مش الادب جزاء الجنه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما وجدت في الميزان اثقل من حسن الخلق. يا رب نقدر نبقى احنا من اللي عندنا حسن خلق. فدخل قال مين النتن اللي حطت الدبوس في الاستيكة؟ المكتب مكتبي والاستيكة استيكتي، وانا بأدي شغل وهو بيتجاوز معاي، فانا ما ردتش. فقال مين النتن اللي حاطت الاستيكة، اللي حاطت الدبوس في الاستيكة؟ فقلت له انا يا فندم. قال لي تبقى انت ضابط كذا. قلت له شكرا، ربنا يسامحك. انا عايز اقول لكم اللي بيمتلك نصيه نفسه كان ممكن اقول له انت اللي نتن وابني مش عارف ايه اللي بينصر العباد ربنا، خلي بالكم اللي بينصر العباد ربنا، خلي بالكم. فانتم مع بعضكم مش قادرين تساعوا بعض. الكبير مش قادر يعامل اللي معاه بشكل زي ما بنتمنى كلنا. في ايه؟ انا مش ضاغط عليك، ومش عايز حد يضغط على حد. مش قادرين تساعوا بعضكم، ايه ليه تتلفظ بالفاظ مش مقبوله؟ لان انا اللي بكسر نفسه وبهينه عمره ما هيبقى مقاتل. اللي بكسر نفسه وبهينه عمره ما هيبقى مقاتل. فاحنا لا عايزين كسر نفس، ولا عايزين اهانه، ولا عايزين اساءه. وعلى كل حال دي تجربتي على مدى عمري كله، والله 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 انا ما قلت لحد لا ملكي ولا ميري يا كاف لام به، ما قلتش ابدا ابدا، والله 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 انا ما قلت لحد لا ملكي ولا ميري يا كاف لام به، ما قلتش ابدا ابدا. وكانوا يقولوا لي انك انت بالطريقه ديت هتبقى قائد غلبان. ثقافه القياده انك انت تبقى عنيف وتذبح لك 10 12 عشان توصل. اوصل على اجسام ومستقبل ولادي واخواتي، اني وصل ده يتقال علي ان انا شديد وعنيف على حساب عشان ولادي اضيع لي 2 3 4 5 استثمار البلد واستثمار الجيش ادمره؟ لا مش عايز. كنت اقول لهم كده، ثقافه العمل دي كانت هي دي السبيل اللي هتوصلني للرتب والدرجات؟ لا مش عايزها. والله غالب على امره، والله غالب على امره.